السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل من الجميع الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع في الركوع والسجود. اللهم يا رب يا كريم عجل لنا بالفرج. يا رب ارفع عنا هذا الوباء وعجل بافتتاح بيوت الله نجتمع فيها للصلاة وللذكر وتلاوة القرآن. اللهم عجل بالفرج. اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. ونواصل أيها الأحباب الكرام استقبال المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم تارودان مع للحنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عمي كده إلا بسالك. الحمد لله بنتي الله يبارك فيك. ما في حسنة من تارودان من قصتي. مشرفي لله مشرفي مشرفي للحنة. أنا من قلتي فأمي. الله يطول عمرك يا بنتي. أمي بغيتك تدعى معايا عندي العين والحاسة وأرضي بغيت ربي يرفع عني هذا البلاء. يا رب. أمي بغيت تدعى معايا مع والدي أمي قلتك سابقا مش عليها تسمع وكيبقى فيها الحال ما كتسمعش الأذان وكتردها على البكاء. وعاوتاني الوالد ديالي مشى ليه الشوف في السقار والطنسور راك عارف عمي. وبغيت تعافك عمي عافك عمي تدعى مع اختي اللي عندي وحيده بغيتك تدعى معاها عندها الامتحان هاد هاد الايامات عندها غير ورطه وحده بغيتك تدعى معاها عافك عمي قريبا الله يرحمهم ويمسك في قدرها يا عمي هاد الليله. يا ربي يا بنتي يا ربي يا ربي لنا حنا لا إله إلا الله. الله يفرج علينا وعليكم جميع المسلمين. إزاي معي عمي عندي إزاي وعندي نحسد معي ما عرفت شو الجنون والأس تبتل عمي أشكر إزاي. الله يفرج عليكم يا بنتي الله يفرج عليكم. لا إله إلا الله. شكرا لك يا بنتي حسنة. شكرا للتواصل ديالك يا بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسناء من قرسيف يبدو أنها شابة في مقتبل العمر وغلبتها الحياة. الحياة أيها الأحباب الكرام هي فرصة قصيرة جدا جدا ربي أعطاها لنا فوق هذا الكوكب الأرضي. وكما أن فيها نعم لا تعد ولا تحصى فيها محن وفيها كروب. والشباب في مثل هذا السن السن ديال 20-25 سنة تلقى الشباب في هذا السن هذا مرحلة حرجة أنه يتساءل عن حقيقة هذه الحياة وحقيقة هذا الوجود خصوصا لما يتعرض للشدائد والكروب والمحن والابتلاءات. الشباب الآن ولا عنده العالم عبارة عن قرية صغيرة ولا عبارة عن شاشة مفتوحة السماوات المفتوحة عن طريق الانترنت يرى كل شيء في العالم ويقارن بين نفسه وبين الآخرين. وقد يبدو له الآخر في دول غربية متقدمة ربما يعيشون في وضعية أحسن وينعمون بحريات أكثر وهذا مجرد مشاهد غير ما يبدو. أزمة الكورونا سوت بين الجميع. كنبغي نقول هؤلاء الشباب اللي كيشعروا بأنهم غير محظوظين في الحياة وغلبتهم الحياة راهي قصيرة وربي عز وجل أعطانا فيها نعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أما الشدائد والابتلاءات فهي نصيب لكل واحد من الخلق راح توحد ما هو معفي من هذه الشدائد والكروب راح الكبراء حتى الرؤساء كل أحد له نصيب من البلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حنا ملي كنلقاو النعم ديال الله تعالى كنستمتعوا بها وكنشكروا مولانا. ومن اللي كتجينا المصائب والشدائد
نصبر ونحتسب ونستبشر خيرا. كنقول هاد الازمه ما غطولش، عندنا بشاره بان غدا غادي يوقع الانفراج. هذه العقيده، العقيده السهله البسيطه الواضحه. بنتي حسنة الوالده مريضه، الله يشافيها والله يشافيها ويعافيها، وهذا صلاه العشاء اللي صلى وركع وسجد طلب الله تعالى يدير معنا واحد الفتحه، الله يشافي الميمه ويمتعها بالصحه والعافيه. الوالد فقد البصر ديالو، ربي يعوضه خيرا، ربي سبحانه وتعالى يعطي قوة البصيرة وقوة الإدراك وقوة الرزق والخير في في الأولاد والبنات. أختك الوحيدة اللي عندك هذه الأيام فعلا عند الامتحان ديال البكالوريا، وفرصة أخيرة بالنسبة إليها، وأكيد أنكم كتشعر بواحد النوع من الخوف والقلق، وهذا طبيعي جدا. وفعلا اليوم بدأت الدورة ديال التلاميذ والطلبة ديال البكالوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم أجمعين. يا رحمن يا رحيم، وفق جميع أبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات في هذا الامتحان. اللهم يا ربي يا كريم، اجعل كل عسير عليهم سهل يسير، واجعلهم ناجحين فالحين. من تحتنا أسأل الله تعالى العلي القدير أن يبارك في شقيقتك. اللهم يا ربي ارزق الصواب وفصل الخطاب، اللهم ارزق فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان، واجعل كل ما حافظته يحضر يوم الامتحان وتجيب إجابة جيدة، واجعل يا رب طاقم التصحيح يكون بها رحيما وكريما، واجعل يا رب يا كريم النتيجة النهائية تكون بالنجاح والتألق والفوز العظيم لها ولجميع أبنائنا وبناتنا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.